السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وعلى احسن ما يرام. اليوم البنات جيت نشارك معكم طريقة التحضير ديالي ديال الطون ديال الزيت اللي كان داز فيديو مقبل تاع الطريقة ديالو كيتحضر بالطون لاصوص طماطم. دابا غادي نحضروا غير بالطون غير بالزيت والاعشاب المناسبة. ما تمشيوش بعيد، بقاو معايا. واللي غنقول لكم لاول مره كيشوف القناه ما ينساش يضغط ليا الجرس الاحمر ان شاء الله باش يوصل ديما الجديد. واللي معايا في القناه مرحبا بيه والف مرحبا، وكنشكروا من هذا المنبر هذا. وغنقولوا دير ليا واحد لايك كتشجيع، وبارطاجيو ليا البنات مع الاصدقاء ديالكم والاحباب. وغنبداو على بركه الله ونشوفوا طريقه التحضير ديال هذا. كنت حضرته معكم كما قلت لكم، حضرته بلاصوص ديال الطماطم. دابا غادي نحضروا ان شاء الله باذن الله بزيت الزيتون والاعشاب المنسمه. غادي نقول لكم شنو عندي هنايا في المكونات باش نحضروا ان شاء الله الطون هذا. عندي هنايا ملعقه ديال الابزار، عندي هنايا ملح غادي تكون على يعني غادي نشوف على عيني ميزاني، يعني ماشي ضروري تكون العبار. وعندي هنايا اعشاب منسمه كما شفتوا هنايا، عندي هنايا اوراق الغار او اوراق سيدنا موسى على هذا الشكل هذا، عندي هنايا نجمه اليانسون، وعندي هنايا زعتره، وعندي هنايا زيت الزيتون كذلك. هي اللي غادي تكمل يعني غادي تجمع لنا هذه المكونات كامله. وعندي هنايا زعتر يعني مطحون على هذا الشكل هذا غبره، من الافضل انك تطحنيه الا عندك في الدار حبوب كبار. وعندي الكمون على هذا الشكل هذا، وكما شفتوا هنايا راني شديت جوج حبات حامضات وعصرتهم على هذا السمك هذا. وهنايا راني مخلطه هنايا السردين وبقرونيس، ولكن انا كنعرف كيقولوا له بقرونيس، مهم السمك والبقرونيس يعني السردين كما كنقولوا حنا باللغه العربيه. دابا ان شاء الله غادي نبداو طريقه التحضير. كنت درتو معكم انا في الفيديو اللي فات انني درتو في الكوكوت وقفلت عليه. دابا ان شاء الله غادي نفورو في الكسكاس، وهكا غادي يبقى واحد المده طويله وكيبقى محافظ لمده طويله هكا. وجدي حتى الرمضان كما قلت انه كيبقى لمده طويله، ما كيضيع ما كيخسر، وعندو واحد المذاق كيبقى فيه زوين بهاد الاعشاب المنسمه. الا ما بغيتيش اختي ديري هاد الاعشاب المنسمه، اكتفي غير بالملحه والكمون والابزار وشويه ديال الزعتر وزيت الزيتون. وكما شفتوا هنايا غادي نديرهم في هاد القراعي ديال الزاج باش يبقى لي ان شاء الله لشهر رمضان الكريم. ندعي الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا ليه. وكما شفتوا بحال هكا راهم معقمين مغسولين، اللي عندك في الدار اختي استعمليه. وهذا هو الكسكاس اللي غادي نديرو فيه بحال هاد الشكل هذا، يعني غادي نفورو غير في الكاسرونه، يعني ماشي غادي ندير له ديالو كامله، ما غاديش نستعملو كامل، غنستعمل غير الفوقاني. وهذا غادي نفور فيه من التحت كما على هذا الشكل هذا، هانتوما على هذا الشكل هذا غادي نديرو. نتمنى انه كيبان لكم البنات. مهم غادي نفورو في كاسرونه من التحت على هذا الشكل، ما تمشيوش بعيد، بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه التحضير ديال هاد الطون الزيت. من الافضل انكم تستعملوا شي حاجه نتاع البيت، من الافضل من الافضل، حيت راه حنا ولينا في واحد الوقت اللي كثرت فيه الامراض كثيره. وندعي الله سبحانه وتعالى انه يرحمنا ويعفو علينا، وان شاء الله كلشي يفوت. غادي نبدا ان شاء الله على بركه الله. ما تمشيوش، بقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي كيفاش غادي يجي. كما شفتوا البنات دابا هنا حطيت هذا الكسكاس بحال هذا الشكل هذا، غادي نستف فيه الحوت ديالي، وغادي نخلط في واحد الاناء نخلط فيه المكونات كامله، وغادي نديرهم فوق الحوت. ما تمشيوش بعيد، انا غادي نبدا ان شاء الله الطريقه التحضير. نتمنى انه يبان لكم على هذا الشكل هذا. دابا غادي نبدا، غادي ندير داك الحامضات اللي كنت درت غير القشور ديالهم، غادي نديرهم من التحت بحال هكا بحال هكا. نتمنى انه يبان لكم البنات على هذا الشكل هذا. غادي نكحل شويه هادو على هذا الشكل، وغادي نبدا نستف الحوت ديالي في الكسكاس. صدقوني البنات كيجي رائع وفن، وكتبقاي هكا بالك مرتاح وكتاكل شي حاجه اللي فيها الفائده. ومعروفين حنا المغاربه راه كناكلو جميع الحوايج اللي فيهم الاعشاب ومفيدين للصحه. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، واللي جربته البنات ما تنساش دير ليا تعليق عليه، اولا تعطيني تخلي ليا في الكومنتير بانها جاها رائع على هذا الشكل هذا. البنات غادي نستف العشوائي، يعني ماشي بالضروره يكون هاك وهاك، على هذا الشكل. غادي نحضروا صراحه ناخذوا شي حاجه اللي فيها الفائده، ومعروف علينا حنا في رمضان راه كيكون نهار كامل الاشغال اليوميه ديال البيت او الاشغال برا اللي كيخدم على برا،
يعني تاكل شي حاجه اللي غترد لك شويه ديال الجهد اللي كنتي خسرتي نهار كامل. كما شفتوا على هذا الشكل هذا غادي نستف الحوت ديالي كله هكا على هذا الشكل. نتمنى ان شاء الله انه يعجبكم. كما شفتوا البنات على هذا الشكل هذا راني استفتو على هذه الطريقه هذه، نتمنى انه كيبان لكم بحال هذا الشكل هذا. غادي نخليه على جانب وغادي نبدا نخلط فواحد الاناء هذه الاعشاب كامله باش ان شاء الله نسمو بها السمك ديالنا. غادي نبدا على بركه الله، غادي نشدو هذا الاناء بحال هذا الشكل هذا، وغادي نبداو ان شاء الله غادي نديرو مليحه نشوفو على الكميه ديال الحوت ديالنا. عينك ميزانك اختي، حنا معروف بالملحه انه ديما الواحد كيدير عينو ميزانو. غادي ندير بحال هذا الشكل هذا، نتمنى انه كيبان لكم. كما شفتوا البنات هاني درت هنايا الملح، غادي ندير هنايا ملعقه كمون ونصف ملعقه ديال الكمون ونصف على هذا الشكل هذا. غادي ندير ملعقه صغيره ديال الزعتر يعني تكون ممتلئه مزيان بحال هكا، وغادي ندير نص معلقه ديال الابزار غير نص بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف هاد الاعشاب المنسمه كما شفتوا على هذا الشكل هذا. غادي ندير هاد المعلقه كبيره ديال الزعتره، راه كاين الفرق ما بين الزعتره والزعتر، وغادي نضيف كذلك هاد الحبيبات ديال ينسول على هاد الشكل هذا بحال هكا. اوراق الغار غادي نحطو دابا في الكسكاس غيبقى على جانب، وغادي نضيف الزيت الزيتون. غادي ندير بالعبار ان شاء الله، غادي ندير واقيلا واحد الكاس منشط العبار ان شاء الله. المهم هنايا شفتو غادي ندير بالكاس، غادي ندير كاس ديال زيت الزيتون. هانتوما البنات غادي ندير هنا كاس ديال زيت الزيتون، اللي بغا تضيف القزبر ومعنوس ديرو ما كاين حتى مشكل. انت اختي انا عطيتك الفكره ولعبي عليها كما بغيتي، انك تزيدي لها اللي بغيتي زيدي لها ما كيهمش. على هذا الشكل هذا البنات، دابا غادي نخلط هاد المكونات باش ان شاء الله غادي نضيفهم فوق الحوت بحال هكا. قبل ما غادي نضيف الزيت غادي نخلط هاد الاعشاب، صراحه واحد الرائحه جميله جدا، فنه 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 فنه. وفي هاد الوقت راه معروف خصنا ضروري يعني عامة أن الواحد ديما ياكل الماكلة اللي فيها أغلبية فيها الأعشاب باش هكا نحاربو جميع البكتيريا أو الأمراض الخبيثة، الله يعفو عليا ويعفو المسلمين أجمعين. المهم غادي ندير فهاد زيت الزيتون على هاد الشكل هذا، وغادي نخلط بحال هكا. كيما شفتو البنات على هاد الشكل هذا، هاهو دابا تخلط ليا. والشكل كيفاش جاي داير هنايا رائع بحال التتبيله ديال السمك على هذا الشكل هذا. المهم دابا غادي نشد الكسكاس ديالي وغادي نضيف عليه هذا المكون هذا، هذه التتبيله ديالي غادي نضيفها على هذا الفوت هذا على هذا الشكل هذا، نتمنى انه كيبان. وغادي نبعث نحاول نبعثر على هذا السمك هذا كامل التتبيله ديال الحوت، غادي نحاول انني نوصلها للحوت كاع البلايص ما نخليش شي بلاصه اللي ما نفوتش فيها هذا على هذا الشكل. غادي نضيف هكا بقى ماشي البنات وانا كنخوي، صدقوني كيجي فن وكيجي رائع. انت اختي جربيه وردي عليا في الكومونتير، ما تنسالياش انك تقولي لي كيفاش داير ديالك، ان شاء الله انه يصدق لك ويجيك زوين. حيت هاد الطريقه ديال هاد الحوت هذا راه ماشي شي حاجه اللي ما غاديش تصدق البنات، راه غادي يجيكم زوين ان شاء الله. نتسناكم تردوا عليا بحال هكا البنات. دابا غادي نخوي هاد الشيء اللي بقى ليا على هاد الشكل هذا، هانتوما شوفوا كيفاش جا داير من بعد ما انني خويت عليه داك الشيء. غادي نحاول انني هكا نعوج شي شويه باش البصل اللي مبانت لي مازال ما فوتت عليها نفوت عليها كما شفتوا هكا. دابا غادي ندير ليه واحد كاس ديال الماء العنبه وغادي نخليه يفور في داك الكاس ديال الماء العنبه كما شفتوا على هذا، راه كاع الاعشاب غادي تنزل لتحت بحال هذا الشكل هذا كما شفتوا، وهي غادي
تطبخ داك كاس ديال الماء ديال العنبه، واللي خفت انها مازال ما طابلهاش تزيد الماء، تزيد ربع او لا تزيد نصف. المهم انا غادي ندير كاس ديال العنبه دابا، غانتوما تشوفوني كيفاش غادي نزيدها هكا. ها هي البنات، ها هو كاس ديال العنبه، غادي نضيفو على هذا الشكل هذا، نتمنى انه كيبان على هذا الشكل بحال هكا، وغادي نخليه على نار مهيله. هانتوما شوفوا كاس ديال العنبه زدتها وغادي نحطو بحال هكا، وغادي نخليه يطيب على نار مهيله حتى نشوف داك الماء كله شرب، ما بقى غير الزيت اللي بقات ليا في الكسرونه. عاد كسا غنطفي عليه وغادي تشوفوا معايا كيفاش الطريقه اللي غنحطو في داك القرعي ديال الزجاج المعلبه، ويبقى لي ان شاء الله لشهر رمضان الكريم. ما تمشيوش بعيد، بقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي، وما تنساوش ديروا لايك للفيديو وبقاو معايا ما تمشيش بعيد. هانتوما دابا البنات راني حشعلت عليه البوطه، هانتوما راني منقص عليه البوطه قدر الامكان، اللي عندها تنقص مزيان. وهانتوما راني درت ليه مغلقه بلعت عليه، ها هو فين هو كيطيب. دابا هو غادي يبدا شويه بدا يطلق البخار ديالو، ضروري البنات تبلعوا عليه بواحد المغلقه بحال هكا باش داك البخار يرجع للحوت ويطيب دغيا. هذا هو الطريقه باش كيوجد دغيا دغيا. باش مشوش بعيد باش تشوفوا الشكل النهائي كيفاش غيجي داير، وبقاو معايا ان شاء الله. الصديقات ديالي هانا دابا غادي نحل عليه باش تشوفوا البخار اللي راه كيتبخر به داك الحوت اللي درنا. الاعشاب كلها ودات للكاسرونه وبقى غير الحوت، وداك الاعشاب راه كتدخل ليا في الحوت. انا غادي نحل دابا، هانتوما البنات غادي نحل عليه، شوفوا ها هو، شوفوا البخار هو بدا كيطيب ليا دابا. اللي نسيت نضيف معكم هو اوراق الغار، هنا دابا ضفتهم، ديريهم الفوق اختي باش كيطلقوا حتى الريحه زوينه. المهم ضروري اوراق الغار كيجي رائع على هذا الشكل هذا، نتمنى انه كيبان لكم بحال هكا. دابا هو بدا كيطيب وداك كلشي ود ليا لتحت على هذا الشكل هذا. ضروري تخليوش الهواء منين يخرج لكم من الاناء اللي غطبخوا فيه، يعني ضروري يبقى كلشي لداخل على هذا الشكل هذا. يلا ما تمشيوش بعيد، بقاو معايا البنات. انا رجعت لكم كما قلت لكم، ها هو تفول ليا ربع ساعه ولا 10 دقائق، المهم على النار مهيله. ها انتم شوفوا الزيت كلها شربت على هذا الشكل هذا، ها هو طاب لنا الحوت، نتمنى ان شاء الله انه كيبان لكم على هذا الشكل هذا. شوفوا كي ولا داير، يعني ها ما كيطيح ما والو، والزيت ديالنا اولا الاعشاب ديالنا كلها هودت ليا هنايا. ها انتم نتمنى انه كيبان لكم على هذا الشكل. كما شفتوا انا هنا راني درت الميكله حتى باش ما يخرج ليش البخار على هذا الشكل هذا، ودرت ليها زيف كذلك. المهم دابا بقاو معايا غادي نديرهم في دوك القراعي ديال الزاج باش ان شاء الله كنحافظ عليهم ويبقاو لينا واحد المده طويله. ها انتم راهم معقمين على هذا الشكل هذا. المهم دابا انا غادي نضيف، غادي نعمرهم، نبداو بسم الله على بركه الله، نتمنى انه كيبان لكم على هذا الشكل هذا. غادي نحط الحوت ديالي هنايا، غادي نخوي معكم هذا الحوت هذا. غادي نضيف هنايا واحده من اغراق اوراق الغار على هذا الشكل هذا، نتمنى انه كيبان. وغادي نهز الحوت ديالي بالحامض بكل شيء، وغادي نديرو، شوفوا البنات كي جا داير، شوفوا على هذا الشكل هذا، غادي نديرو في القرعه على هاد الشكل البنات، على هاد الشكل غادي نمشي. ها نتوما البنات شوفوا الشكل كيفاش كيجي داير، رائع جميل جدا على هاد الشكل هذا. المهم انا غادي نبلع عليه وغادي ها نتوما البنات دابا غادي نزيد نعمر. راني كنت عمرت قرعه وحده هنايا معكم، انا غادي نعمر قرعه اخرى وغادي نشوف كيفاش كيجي داير، رائع يعني المنظر ديالو جميل جدا على هذا الشكل هذا، نتمنى انه كيبان لكم. غادي نحاول نهز غير شويه بشويه حتى تفهم القرعه صغير على هذا الشكل هذا. صراحه ريحه الاعشاب جميله جدا، غادي نضيف كل شيء يعني كاع اللي درت هنا غادي نضيفه، وغادي نزيد حتى اوراق الغار على هذا الشكل بحال هكا، نتمنى انه كيبان لكم على هذا الشكل هذا. راه باقي سخون، يلا يبلعتو، بغيتي تخليه حتى يبرد وديريه في القراعي ديال الزاج، ما كاين حتى مشكل اختي، فهمتي.
نمشي هكا نعمر. هذا الشكل شوفوا شوفوا البنات كيفاش كيجي الحوت، كيجي فن ورائع على هذا الشكل. هذا يعني كيجي في لي صالاد، كيجي في كل شيء تبارك الله، كيجي زين. هذا غير مع البيض ومعطيشه كيجي رائع، اولا غير مع البيض. غادي نكتفي على هذا القدر هذا. دابا غادي نضيف ليه هذا الزيت هذه اللي كانت هبطت منه في الكسكاس على هذا الشيء هذا، وهذيك الاعشاب اللي كانت فيه. غادي نحاول نقلع هاد الميكا هذه، المهم كيما شفتوا على هذه الطريقه هذه. غادي نضيف كسميتو، نضيف هاد الزيت هادي على هاد الشكل هذا. صدقوني رائع رائع بزينته. على هاد الشكل البنات شوفوا، غادي نحاول انني نخلي نفس ندوز الزيت على هاد الشكل هذا. على هاد الشكل هذا صراحه شوفوا كيفاش كيجي داير، هانتوما الحوت ديالنا في كيبان. نتمنى انكم تجربوها البنات. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطون ديالنا ديال الزيت، شوفوا كيفاش داير رائع. يعني غير الاعشاب فقط، ما بغيتيش اختي ديري الاعشاب، ما ديري، اكتفي بديك الطريقه اللي قلت لك، غير الكمون والملح والابزار. المهم تبارك الله جا الشكل ديالو جميل والرائحه ما نقولكمش البنات، كي جا داير فن. هكا غادي نقول لكم ان شاء الله الى فيديو مقبل ان شاء الله. ما تنساو ليش لايك الفيديو، وغنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله وحفظه.